مشاهدينا الكرام، وسعدتم صباحاً، أهلاً بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، وفي إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وعلى إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على شارط الحدود بمنطقة تيمياوين بالقطاع العملياتي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، استشهد أمس 3 عسكريين، ويتعلق الأمر بكل من الملازم العامل إخلف رضا والعريف المتعاقد طارب إلياس والعريف المتعاقد علي عبد القادر هواري رحمهم الله. أمام هذا المصاب تقدم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة لعائلة الشهداء، قائلا في حسابه الرسمي على تويتر: إن لله وإنا إليه راجعون، تعازي القلبية لأسر شهداء الواجب الوطني وعائلة الجيش الوطني الشعبي إثر استشهاد الملازم العامل إخلف رضا والعريف المتعاقد طارب إلياس والعريف المتعاقد عاقد علي عبد القادر هواري، دفاعا عن حرمة التراب الوطني. رحم الله شهداءنا الأبرار. بدعوة من السيد الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، يشارك السيد الفريق السعيد شنجريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في فعالية النسخة 7 من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديم ديكس 2022 المقرر تنظيمها بالدوحة ابتداء من اليوم وعلى مدار 3 أيام. الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة لدولة قطر تمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. ما زالت التنديدات بالتحول في الموقف الإسباني بخصوص ملف الصحراء الغربية تتوالى، رافضة التصريح الصادر عن الحكومة الإسبانية ومؤكدة الالتزام بالقرارات الأممية، وأن أي حل للنزاع في الصحراء الغربية يجب أن يتم من خلال احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مساره. نتابع. والآن نستعرض خلفية الصراع في آخر مستعمرة في إفريقيا مع عبد الله بوزارية. ماذا تركت المملكة الإسبانية من إرث مسؤوليتها التاريخية والسياسية والأخلاقية حيال شعب الصحراء الغربية بعد انحرافها الأخير؟ يقول التاريخ إن إسبانيا سلمت أرض الصحراء الغربية في طبق من خديعة إلى المملكة المغربية بعد انسحابها من أرض الصحراء الغربية في يناير من عام 76، لتبسط بذلك طريق السيطرة المغربية على أرض الشعب الصحراوي
قرار إسبانيا هذا جاء بعد أشهر من نقضها لعهدها بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي خلال النصف الأول من عام 75، طيلة أكثر من 90 سنة من عمر الاحتلال الإسباني المدعوم فرنسيا لأرض الصحراء الغربية، لم تتوقف المقاومة الصحراوية عن الدفاع على أرضها بالنضال السياسي والقوة المسلحة. في العام 8 بعد القرن 19 اشتدت المقاومة الصحراوية المسلحة خاصة بمناطق تاكانت وأكجوجت وتلمنست الصحراوية، واستنجد الإسبان بالفرنسيين ليطلقوا أكبر حملة عسكرية وحشية في مدينة السمارة الصحراوية المحتلة. ومع استقلال الجزائر بعد ثورة تحريرية كبيرة وتصويت الشعب الجزائري على الاستقلال في استفتاء تقرير المصير والجهد الذي بذلته لنيل الشعوب الأخرى المقهورة حقها في تقرير مصيرها، يصدر أول قرار أممي ساعق للاحتلال الإسباني عام 65 يطالب صراحة بإنهاء الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية المحتلة. استمر الوضع كما هو عليه، ومعه استمرت المناورات الإسبانية خصوصا مع التهيكل الصحراوي وتنظيم الصف الداخلي في أعقاب تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة اختصارا باسم بوليزاريو شهر مايو من عام 73 900 و1000. كانت أبرز المناورات الإسبانية حينها تقديم عرض لتقاسم أرض الصحراء الغربية. خاب المسعى الإسباني هذا، وحدث ما حدث من تواطؤ إسباني مغربي لاحتلال الصحراء الغربية بعد جلاء القوات العسكرية الإسبانية من هناك. تمر السنوات وتقر الأمم المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار عام 91 بين جبهة البوليزاريو والاحتلال المغربي، ويخرق المغرب بعد ذلك هذا الاتفاق، وتظل إسبانيا في نسق الموقف المتوازن على الأقل ظاهريا، لتختار يوم 18 من مارس من عام 2022 العودة إلى سابق عهدها في طعن شعب الصحراء الغربية بظهره. في ملف السكن، تم بولاية سطيف تسليم مفاتيح 140 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم و200 مقرر استفادة من إعانات السكن الريفي عبر العديد من بلديات الولاية. سعيد بلونيسة. بالنظر للحظيرة السكنية المعتبرة بولاية سطيف، تتوالى دفعات تسليم مقررات الاستفادة لمستحقها، حيث بلغت هذه الحصة 140 سكنا بصيغة الترقوي المدعم. من 8 سنين وحنا نستناو، وكانت عندنا مشاكل وعراقيل، والحمد لله اليوم رانا استفدنا من المسكن تاعنا وهزينا المفاتح، وان شاء الله يا ربي نربحوا عليهم، وان شاء الله يا ربي يعطينا الصحه ولهنا، وان شاء الله يا ربي العقوبه ان شاء الله اللي مازالوا. هذه الحصه اتسعت ايضا لتتدعم ب 200 سكنا ريفيا موزعه على 22 بلديه، تحقيقا لمبدا التوازن التنموي وضمان العيش الكريم لاهله. الحمد لله كنا نستنى في اليوم هذا بفارق الصبر، هذه مدة 10 سنين بالك هذا كل أكثر، واليوم الحمد لله فرج ربي. إن شاء الله في رمضان هذا نسكنوا ويسكنوا جميع جيراننا، وإن شاء الله نقوموا بالحي هذا ويكون نظيف ويكون مثال أحياء أخرى إن شاء الله. بعد السداسي هذا تنزلنا برمجنا توزيع ما يفوق 1000 سكن، وبعد رمضان ثانيز ننطلق في مجموعة أخرى إن شاء الله. العملية متواصلة في انتظار دخول حصص أخرى قيد الاستغلال ليتم تسليمها بحر هذه السنة. في تطورات الوضع في أوكرانيا، تتواصل المعارك بين الطرفين الروسي والأوكراني في مدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد. إلى ذلك أعلنت موسكو السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب مغادرة المدينة شريطة إلقاء أسلحتهم ابتداء من هذه الصبيحة، تاركة ممرات إنسانية نحو الشرق لحماية المدنيين، وهو ما رفضته كييف، مؤكدة عدم الاستسلام على حد تعبير نائبة رئيس
رئيس الوزراء الأوكرانية. سياسيا، تستأنف اليوم المفاوضات بين وفدي البلدين عبر تقنية التحاضر عن بعد، حيث يشترط الجانب الروسي التوقيع على نص اتفاقية تسوية بين كييف وموسكو على مستوى وزيري الخارجية قبل الحديث عن لقاء قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي. هذا ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وارسو الجمعة المقبلة للقاء نظيره البولندي أندري دودا لمناقشة الوضع في المنطقة. في أخبار الرياضة، يتوجه اليوم الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم إلى عاصمة غينيا الاستوائية مالابو لإجراء تربص مغلق قبل التنقل إلى دوالا لمواجهة الكاميرون يوم 25 مارس الجاري لحساب مقابلة السد ذهابا ضمن تصفية المؤهلة لمونديال قطر 2022. هذا وعقد أمسي الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية بالمركز التقنية الوطني بسيدي موسى، حيث تحدث عن برنامج الخضر استعدادا للمواجهتين ذهابا وإيابا أمام المنتخب الكاميروني. ختاما، وفي اليوم العالمي لمرضى التريزوميا نتعرف على أكاديمية بروفايل التي تهتم بتعليم الأطفال وحتى الكبار من هذه الفئة فنون المسرح والإلقاء والرقص الإيقاعي والكلاسيكية. الأكاديمية التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر تسعى إلى مساعدة مرضى التريزوميا على اكتشاف مواهبهم وطاقاتهم. ريبورتاج في الموضوع لسميرة حاج عمر والتقرير لهشام سعدودية. مولد الفن ارتبط بمولد الإنسان نفسه منذ اللحظة الأولى بثقة ومرح وسعادة. يمارسون مختلف دروس الفن التي تقدمها هذه المدرسة المتخصصة والفريدة من نوعها أكاديمي بروفايل. كي درنا سبيكتاك نورونا الناس كيفاش نحسوا كي نروحوا لبعيد، نورو كيما نروحوا في البعيد نورو مشاهدين. علميا وطبيا، ممارسة أطفال تريزوميا للرياضة والفنون يكتسبون بها ثقة أكبر بأنفسهم، تقوي روابطهم الاجتماعية، تزيد لياقتهم البدنية، فتعالج بذلك مشكل السمنة الشائع بينهم، ويكتسبون روح الفريق يمنحهم اللباقة في التصرف وفن الإصغاء ويقوي مهاراتهم التعليمية. على غرار باقي الأطفال، تتمتع هذه الفئة بمواهب وقدرات تعبيرية تجعلهم يندمجون ويتفاعلون بسلاسة، إما في مرحلة التلقين أو في العروض على الخشبة. لطالما أحب ابني المداومة على الحضور ومتابعة الدروس بشغف. تبقى ممارسة الفن والرياضة فرصة لتغيير الذات نحو الأفضل وتغيير نظرة الآخرين والمجتمع. فئة والحس المرهف. وبهذا نكون قد وصلنا إلى الختام. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. أسعد بخدمتكم في نشراتنا اللاحقة. إلى اللقاء.